اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي في التداول، والنهاردة عايزين نتكلم عن جزء مهم جدا فيه وهو التعلم الآلي، الماشين ليرنينج. ايه دور الماشين ليرنينج في التداول الآلي وازاي بيستخدم لخلق استراتيجيات تداول اذكى؟ تابع معايا الفيديو لحد الاخر. مساء الخير، معكم مؤمن مدحت، اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة التداول الالي. التعلم الالي هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي، بيخلي الكمبيوتر يتعلم من البيانات من غير ما يكون متبرمج عليها بشكل مباشر. ببساطة يعني الموضوع عبارة عن انشاء انظمة بتقدر ان هي تتطور وتتكيف بناء على التجارب اللي بتمر بيها. هي مش بتبرمجة تنفذ، هي حرفيا بتكتسب خبرة ووعي من التجارب وبتتعلم من كل معلومة جديدة بتمر عليها، زي البشر يعني. في التداول الآلي التعلم الآلي بيستخدم لتحليل البيانات التاريخية في السوق والبيانات اللحظية عشان يتنبأ باتجاهات السوق وحركات الأسعار، والنماذج دي بتتدرب على مجموعة ضخمة جدا من البيانات عشان تحدد الأنماط المتكررة اللي ممكن تكون مش واضحة للمتداولين بعيونهم المجردة. يعني كمثال، نماذج التعلم الآلي ممكن تتدرب على التعرف على أنماط بتحصل قبل ارتفاع أو انخفاض في الأسعار، وده طبعا بيمكن الخوارزميات من أنها تاخد قرارات بناء على التوقعات دي. واحدة من أقوى مميزات التعلم الآلي هي قدرته على التكيف، لأن مع تغير ظروف السوق نماذج التعلم الآلي بتقدر أنها تعدل من الاستراتيجيات بناء على البيانات الجديدة، وده طبعا هيحسن بشكل كبير جدا في الأداء وبشكل مستمر، وده بيختلف تماما عن الخوارزميات التقليدية اللي بتعتمد على قواعد ثابتة، وده أكيد هيخلي نماذج التعلم الآلي أكثر قدرة على التكيف في ظروف السوق المختلفة. التعلم الآلي بيلعب دور مهم جدا في إدارة المخاطر كمان، عن طريق تحليل بيانات السوق السابقة، النماذج دي بتقدر تتوقع المخاطر المحتملة قبل ما تحصل، وهتقترح كمان تعديلات عشان نقلل من المخاطر. كمثال، لو النموذج اكتشف زيادة في تقلبات السوق، ممكن نقترح ان هو نقلل حجم الصفقات او نحدد مستويات خسارة اقرب. في انواع مختلفة من التعلم الآلي، وكل نوع بيتعامل مع البيانات بطريقة مختلفة، خلونا نتكلم عليهم. اول نوع هو التعلم الخاضع للمراجعة، Supervised Learning. في التعلم الخاضع للمراجعة النموذج بيتدرب على مجموعة بيانات تم تسميتها قبل كده، يعني البيانات دي بتشمل مدخلات اللي انت عايزها اصلا والنتائج الصحيحة بتاعتها، فالنموذج بيتعلم يتنبأ بناء على التدريب ده اللي هو انت اصلا مدهوله. في التداول ممكن النموذج ده يتدرب على توقع اسعار الاسهم بناء على البيانات السابقة والنتائج اللي معروفة اللي حصلت قبل كده فعلا. النوع التالي هو التعلم الغير خاضع للمراجعة، Unsupervised Learning. النموذج ده بياخد البيانات من غير اي تعليمات صريحة عن اللي مفروض يعمله معاها، يعني هو بيبحث عن انماط مخفية جوه البيانات، وده طبعا بيكون مفيد جدا في التداول الآلي في المهام زي تصنيف الاسهم اللي ليها سلوكيات متشابهة او اكتشاف انماط غريبة جوه بيانات التداول نفسها. النوع التالت هو التعلم المعزز، Reinforcement Learning. في النوع ده النموذج بيتعلم من خلال المحاولة والخطأ، بياخد قرارات وبعد كده بيحصل على مكافآت وعقوبات بناء على النتائج اللي هتطلعها القرارات اللي عملها، وبيعدل الاستراتيجية بعد كده بناء على النتائج دي. في التداول النموذج ده ممكن نستخدمه لتطوير استراتيجيات بتتطور مع الوقت وبتتحسن مع كل صفقة بتنفذها. من اهم الفوائد اللي ضافها لنا التعلم الالي هو التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي، وده فادنا اول نقطة في تحليل المشاعر. الذكاء الاصطناعي بيحلل الاخبار الموجودة على السوشيال ميديا والمصادر التانية عشان يقدر يحدد مشاعر السوق. هتيجي هنا نماذج التعلم الالي تعالج البيانات دي عشان تتوقع ازاي المشاعر دي هتأثر على تحركات السوق، وده طبعا هيساعد بشكل كبير جدا في اتخاذ قرارات تداول دقيقة. النقطة التانية هي تحسين المحافظ الاستثمارية. التعلم الآلي بيستخدم كمان عشان يقدر يحسن من أداء المحفظة عن طريق تحليل ملفات المخاطر والعوائد، وهيقدر يقترح أفضل توزيع للأصول بناء على ظروف السوق الحالية والأداء السابق. بما أننا تكلمنا عن المميزات، لازم برضو ناخد في الحسبان التحديات اللي ممكن نواجهها. أول تحدي هو جودة البيانات وكميتها. نماذج التعلم الآلي بتحتاج كميات كبيرة جدا من البيانات وتكون عالية الجودة عشان فعلا يطلع لك نتائج فعالة. لو البيانات بتاعتك ضعيفة أو غير كافية ممكن تؤدي لتنبؤات مش دقيقة. التحدي الثاني هو التحسين المبالغ فيه، الـ overfitting، وده طبعا تحدي شائع اتكلمنا عنه قبل كده في التعلم الآلي
او في التحسين او في الاختبارات، وهو التحسين المبالغ فيه اللي بيخلي النموذج كويس جدا على السوق في الماضي لكنه بيفشل في التداول الفعلي على السوق الحقيقي. لازم نختبر النماذج بتاعتنا بانتظام. التعلم الآلي بيقدم مستوى جديد من الذكاء والقدرة على التكيف في التداول الآلي. الموضوع مش بس تتبع اتجاهات السوق لكنه كمان التوقع واتخاذ قرارات اذكى واسرع. ولو عايز تفضل متقدم في عالم التداول، دمج التعلم الآلي هي خطوة هتاخدك فعلا في الاتجاه الصحيح. في السلسلة دي احنا خدناك في رحلة نظرية سريعة عن التداول الآلي من بدايته البسيطة لحد الوقت الحالي وظهور الذكاء الاصطناعي، واستخدمنا التحليل الكمي، وفي النهاية التعلم الآلي. كل التفاصيل اللي انت محتاج تفهمها عشان تستخدم التداول الآلي شرحناها، وبكده نكون خلصنا مع بعض أول سلسلة نظرية عن التداول الآلي. في السلسلة اللي جاية هنبدأ مع بعض بشكل عملي خطوة بخطوة عشان نقدر ننفذ كل اللي انت محتاج تعمله في التداول الآلي. أتمنى ان انت تكونوا استفدتوا من السلسلة دي، ولو عجبك الفيديو طبعا واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشاركه مع أصحابك، واعمل متابعة للقناة عشان أي فيديو جديد هينزل يوصلك على طول أول ما ينزل. اكتب لنا في التعليقات لو انت مهتم بالتداول الآلي وايه المواضيع اللي انت حابب ان احنا نتكلم فيها. اشوفكم على خير، مع السلامة.